انعقاد اجتماع الأسبوع لمجلس الحكومة. انعقد يوم الخميس 8 جمادى الآخرة 1440 هجرية الموافق ل 14 فبراير 2019 اجتماع الأسبوع لمجلس الحكومة تحت رئاسة السيد رئيس الحكومة، خصص للمدارسة والمصادقة على عدد من النصوص القانونية والتنظيمية والتعيين في مناصب عليا. في بداية الاجتماع استهل السيد رئيس الحكومة كلمته بحمد الله تعالى وشكره على نعمه الظاهرة والباطنة، ليتوقف عند حدثين دالين شهدهما هذا الأسبوع، ويتعلق الحدث الأول بزيارة جلالة ملك إسبانيا إلى المغرب، والتي تعد زيارة تاريخية بكل المقاييس، والتي جاءت في سياق متسم بتحسن تصاعدي وغير مسبوق في العلاقات المغربية الإسبانية، سياق أصبحت معه إسبانيا شريكا تجاريا أولا، سياق يتسم بالسعي لتعزيز التعاون في مختلف المجالات الاقتصادية وأيضا الثقافية والعلمية، ومذكرا في الصدد بموقف إسبانيا إلى جانب عدد من دول الاتحاد الأوروبي، والذي أثمر تصويت البرلمان الأوروبي على اتفاق الصيد البحري، وتصويت الذي كان ب 415 صوت مقابل 189. مذكرا بموقف إسبانيا في هذا الموضوع، ومشيرا إلى أن هذه الزيارة شهدت توقيع 11 اتفاقية بعضها استراتيجي يضع أسسا متجددة ومستدامة لعلاقة شراكة استراتيجية، والبعض الآخر يهم قطاعات استراتيجية حيوية كالطاقة، وخاصة ما يهم الربط الكهربائي الثالث بما يعزز الأمن الطاقي لبلادنا، وأيضا ما يهم عددا من المجالات الثقافية، بما سيجعل من هذه الزيارة ذات أثر دال، وستنتج عنها بإذن الله تعالى دفعة قوية لمسار العلاقة الاستراتيجية بين كل من المغرب وإسبانيا.